هاي بنات، معكم ميمي من قناة إسوارة. اليوم التوتوريال راح يكون حول ديكور البيت وإسوارة في نفس الوقت. راح نحتاج إلى كؤوس من الزجاج ومقص غراء وإلى استخاص، وهذا النوع من الاستخاص راح تلاقوه في محلات الخياطة اللي بيبيعوا الخيوط وهذا الشكل من الأشياء. أول خطوة راح أخذ الكأس أو أي شيء من الزجاج، ممكن تختاروا كؤوس صغيرة أو كبيرة يعني على حسب الذوق. راح ألف استخاص على الكوب بهذه الطريقة عشان أقيسه، وبعدين راح أقطع البقايا استرس بالمقص بهذا الشكل. المرحلة الموالية راح أخذ الغراء وراح أحط أحطه على جوانب. أنا طبعا هنا يعني على حسب اختيار كل واحد فيكم، ممكن تحطوا الغراء على الكأس كله وبعدين تلصقوا استخاص عليه، أو ممكن تحطوا الغراء يعني كيف ما عملت أنا، حط الغراء على الجوانب فقط ولصقوا على الفروع. وجدت انه هذه الفكرة اهين واسهل. حط كمان شوية غراء على الجانب الاخر ونلصق. ونحطه تقريبا لمدة 30 دقيقة حتى ينشف وبس. الاستخاص الثاني هو لون اخر، هو نفس الشيء نفس الفكره، بس انا حبيت اوريكم من لون الاستخاص اللي انا اخترته. حطيت الغراء على جانبين، بعدين حطيت القاروره او الكاس عفوا في الوسط، وبعدين لصقت إلى الجانبين على الكوب بس، وشكله بيطلع كتير كتير حلو. التوتوريال الثاني أنا حبيت إنه أستغل استرس، فما بعرف إذا راح يعجبكم ولا لا، بس أنا عجبتني كتير وحبيت أعمل منه إسوار. يعني فكرة جتني بس لما كنت أعمل هذا التوتوريال وفكرت انه اشاركها معكم. فاخذت الحلق او القفل من كلا الجهتين وثبته بالبنس بشكل عادي جدا، وكمان اخذت الحلق للجهة الاخرى عشان اقدر اقفل الاسوارة واقفل الاسوارة بطريقة سهلة جدا. فهذا كان التوتوريال لهذا اليوم. كده نكون حصلنا على إسوارة بستراس ما بتكلف ولا شيء، عملنا منه ديكور وإسوارة بنفس الوقت. أنا بالكوب حطيت شموع شمعة بيجي أحسن، ممكن طبعا تحطوا فيه فرشاة المناكير أو مناكير أو أي شيء تحبوه. هذا هو الشكل النهائي، فأتمنى إنه التوتوريال يعجبكم. شكرا على محبتكم وعلى دعمكم، فبليز ما تنسوا تعملوا سبسكرايب لقناتي وتشوفوا الفيديوهات اللي تحت، وشكرا على المتابعة وإلى اللقاء.